الإخوة الكرام، لقد خلق الله جل وعلا المخلوقات وفاضل الله تعالى بينها، فقدم الله تعالى بعضها على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد اختار الله تعالى يوما من الأيام، جعله الله تعالى عيدا للمسلمين يتكرر عليهم في كل أسبوع، كما جعل الله تعالى لكل أمة من الأمم عيدا في كل أسبوع، وهو يوم يعظمونه بينهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أضل الله تعالى عن الجمعة الأمم التي كانت قبلنا، فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ولنا يوم الجمعة، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة. رواه الإمام مسلم، وهذا في معنى الحديث. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل لهذا اليوم المبارك في أحاديث كثيرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما تكلم على قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال: إنما سمي يوم الجمعة بهذا اليوم لأنه يوم اجتماع المسلمين يجتمعون فيه للذكر، وقد لبسوا أحسن ثيابهم وتطيبوا وبكروا إليه وتعارفوا وجلس بعضهم إلى بعض، قال: ولذلك سمي هذا الاجتماع بيوم الجمعة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلفوا أيهما الأفضل طوال السنة، أيوم الجمعة أو يوم عرفة، ثم قال: وفضل يوم الجمعة على بقية الأيام كفضل شهر رمضان على بقية الشهور. قال ابن القيم أيضا: والصدقة في يوم الجمعة خير من الصدقة في غيره من الأيام. ويوم الجمعة أيها المسلمون هو يوم معظم حتى في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة وأحوال أهلها ذكر عليه الصلاة والسلام يوم المزيد، وهو اليوم الذي يجتمع فيه أهل الجنة، يزيدهم الله تعالى فيه في كل في هذا اليوم يزيدهم من فضله، وهذا اليوم هو يوم الجمعة، يجتمعون فيه وينظرون إلى ربنا جل وعلا ويزيدهم في كل جمعة من فضله. هذا اليوم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، وفي رواية قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم ذكر فضائله، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، يعني أهبط إلى الأرض، فعمارة الأرض بالبشر بدأت في يوم الجمعة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، قال: وفيه تقوم الساعة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى اختص هذا اليوم بفضائل كثيرة، منها هذه الفضيلة. ومما فضل الله تعالى به يوم الجمعة أن جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة، يعني إن في يوم الجمعة ساعة، وهذه الساعة هل هي مثل ساعاتنا اليوم 60 دقيقة أم أنها أكثر أم أنها أقل؟ الراجح من كلام الشراح أنها قريبة مما يقدره الناس اليوم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعات في صباح يوم الجمعة قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، يعني قدمها وتصدق بها قربة إلى الله، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الساعات في صباح الجمعة إلى 5 ساعات، ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة. وإذا حسبتها اليوم بحسابنا ما بين طول الصيف وقصر الشتاء وجدت أن ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة قريبا من 5 أو 6 ساعات، فصارت الساعة في عصرهم قريبة من الساعة في عصرنا. قال عليه الصلاة والسلام هنا في ساعة الجمعة، قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذه الساعة بالنسبة إلى المؤمنين هي كليلة القدر في رمضان،
فكما أن الناس يجتهدون في الدعاء في ليلة القدر في شهر رمضان قربة إلى الله تعالى ورجاء أن يستجيب الله دعاءهم، وأن ليلة القدر هي مظنة إجابة الدعاء وهي أيضا خير من غيرها من الليالي، كذلك هذه الساعة في يوم الجمعة، هذه الساعة هي كليلة القدر، كما أن ليلة القدر هي ليلة واحدة طوال ليالي رمضان، كذلك في يوم الجمعة هذه ساعة من بين هذه الساعات الطويلة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، يسأل الله أن يشفي مرضه، أن يقضي دينه، أن يكفيه شر فلان، أن يصلح أولاده، أن يزيد من رزقه، أن ينصره في كذا، أو يسأل الله من خير الآخرة من مغفرة ورحمة وفردوس ودرجات عالية إلا أعطاه الله إياه. وفصل ابن القيم في زاد المعاد الكلام في هذه الساعة متى تكون، فذكر 19 قولا، ثم قال وأرجحها قولان، أرجح المواضع لهذه الساعة قولان، قال الأول هو ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة، إذا سلم الإمام على الناس ثم جلس فقد ابتدأت ساعة الإجابة، فتستطيع أن تدعو مع ترديدك للأذان إذا أذن المؤذن، أو تدعو إذا انتهى المؤذن من أذانه، أو تدعو في جلوس الإمام بين الخطبتين، أو تدعو في الصلاة نفسها أيضا، قال ما بين جلوس الإمام إلى نهاية الصلاة إلى انقضاء الصلاة، هذا القول الأول. قال والقول الثاني أنها ما بين العصر إلى المغرب، فإذا تيسر للإنسان أن يكون ما بين العصر والمغرب في كل جمعة داعيا لله تعالى متقربا إليه فهو كأنما قام ليلة القدر في رمضان داعيا متقربا مبتهلا. ثم قال ابن القيم والثانية أرجح، يعني أنها في آخر ساعة أو في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، قال هذه أرجح وأكثر قربة. من آداب الجمعة أيها المسلمون التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إليها، وبعض المساجد ربما يصعد الإمام المنبر ولا يرى من الناس إلا صفين أو ثلاثة، ثم إذا قرب من انتهاء الصلاة، ليس من انتهاء الخطبة بل من انتهاء الصلاة، إذا قرب من انتهائها بدأ الناس يقبلون إلى الصلاة، ولقد كان الأولون يجتهدون في الخروج إلى صلاة الجمعة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الخروج إليها، فتقدم في الحديث الأول الذي سقناه أنه كلما قدم المرء نفسه في الخروج إليها كأنما تصدق بشيء أعظم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال إن لله ملائكة في كل جمعة يجلسون عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، كلما دخل شخص كتبوا اسمه فلان ثم فلان ثم فلان السابقون السابقون، قال يكتبون الأول فالأول حتى يصعد الإمام المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر، فاسمه ليس موجودا في صحف الملائكة، لا يستحق أن يكتب لأنه تأخر عنها. وفي يوم المزيد في الجنة يكون قرب الناس من ربهم جل وعلا يوم القيامة بمقدار قربهم من الإمام في خطبة الجمعة، فكلما كان المرء حريصا على أن يبكر وأن يحضر قريبا من المنبر قريبا من استماع الخطبة استمع وأنصت، فهذا يكون له القرب يوم القيامة، القرب بالقرب والبعد بالبعد، من تأخر تأخر في ذلك اليوم. من آداب يوم الجمعة النظافة والاغتسال والتطيب، ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب، وقال عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة وأصاب من طيب إن كان له أو أصاب من طيب أهله، إن كان عنده طيب تطيب أو أصاب من طيب أهله من طيب أولاده أو طيب امرأته، المهم أن يأتي برائحة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من غسل في يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كانت كل خطوة يخطوها إلى المسجد بعبادة سنة صيامها وقيامها.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. رواه الإمام أحمد في مسنده: وذلك على الله يسير. فبكر واغتسل وتنظف، اجعل يوم الجمعة بالنسبة إليك يوما خاصا يكون فيه من الاهتمام ما ليس في غيره من الأيام. من سنن يوم الجمعة أيضا أن يقرأ سورة الكهف، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها أضاء له من النور ما بين الجمعتين. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله وغيره. فإذا تيسر الإنسان أن يقرأها وأن يأمر أهله بقراءتها فهو حسن. من سنن يوم الجمعة أبل من واجباتها الإنصات إلى الإمام، الإنصات إلى الإمام وهو يخطب. لا تعبث بشيء، من مس الحصى فقد لغى، من قال لصاحبه في يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في يوم الجمعة لا يجوز في أثناء الخطبة. إذا تكلم الذي بجانبك أو عبث فقلت له أنت ناصحا: استمع إلى الإمام، دع عنك هاتفك، دع عنك كذا. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ألغى على نفسه، ومن لغى فلا جمعة له. بعض الناس ربما يعبث بفرش المسجد، ربما يخرج جواله يعبث به، ربما يصور الإمام وهو يخطب أيضا، مع أن خطبتنا بالمناسبة تصور وتبث ويجدها بعد 10 دقائق من الخطبة في الإنترنت. فلا داعي أن نمسك الجوالات ونصور الخطيب. من مس الحصى فقد لغى. فلا ينبغي أن ينشغل بشيء أبدا أثناء استماعه إلى خطبة الجمعة. هذا التعظيم للخطبة يدل أنها عبادة. حتى ذكر بعض الشراح: أيها الناس، أن الجمعة صارت ركعتين وليست 4، لأن الخطبتين تقومان مقام ركعتين، والصلاة تقوم مقام الركعتين الأخرين، فصارت 4 بهذا. ولذلك يجب أن يخطب خطبتين، لا يجوز أن يخطب خطبة واحدة. لو خطب خطبة واحدة وصلى لم تكن صلاتهم صحيحة، أنقص ركعة من الصلاة يعتبر على كلام بعض الشراح. ولذلك الاستماع إلى الخطبتين والتعبد لله تعالى بهذا وطلب القرب إلى الله جل وعلا وتعظيم رب العالمين به، بلا شك أن هذا يجعل للإنسان بإذن الله تعالى بركة في جمعته. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا.